بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركته من الآن أبد الآبد كلها أمين. أحبائي، إنجيل هذا الصباح من إنجيل معلمنا لوقا البشير. رب المجد يسوع يرسل 70 رسول للكرازة، إرسالية للكرازة. رب المجد يسوع بيقول لهم تعليمات الخدمة، إزاي الإنسان اللي عايش مع رب المجد يسوع يخدم، إزاي يعيش مع رب المجد يسوع كما يحق للدعوة التي دعي إليها كل إنسان مؤمن حقيقي. بعد ما ربنا أمرهم بالكرازة يقول معلمنا لوقا، فرجع 70 بفرح قائلين. رجعوا بقى وجايين يدوا تقرير لرب المجد يسوع، يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم يسوع، رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق، ها أنا قد أعطيتكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. ده سلطانه، ولكن ما تفرحوش بهذا السلطان، ولكن لا تفرحوا بهذا إن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. رب المجد يسوع بقى عايز يعلمنا من الآية الحلوة دي إيه؟ إن إحنا لينا مكان في السماء. هو ده اللي إحنا ناظرين عينينا عليه، هو ده اللي إحنا بنبصله دايما، هو ده اللي عايزين نوصله دايما، هو ده اللي بنعمل كل أعمالنا من أجل إن إحنا نمجد رب المجد يسوع. نقول له إيه؟ عايزين نبقى تحت رجليك في مجدك، حتى لو الشياطين على الأرض خضعت لينا، حتى رب لو أنت مدينا سلطان. شوف ده أمر، أعطيتكم سلطان لتدوسوا حياة وعقارب والغد، مش بمزاجك أنت أيها المؤمن الحقيقي، ده أمر من رب المجد يسوع أن أنت تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. كلنا ممكن نبقى زي القديس أنبا برسوم العريان اللي دخل لقى تعبان ضخم في المغارة بتاعته ومخافش، رشم عليه الصليب وتحول هذا الشيء المؤذي إلى صديق محبوب ومألوف لهذا القديس. ليه؟ لأنه حاسس بالسلطان اللي ربنا اداهوله، فرحان بقوة ربنا اللي اداهاله، فرحان بالسماء اللي هو رايحها وبيعمل ليها. فاللي خارج يخدم مع ربنا، اللي جاي وعايش في الكنيسة وعايز يبقى إنسان مسيحي، يفرح بأن اسمه مكتوب في السماء، أنه له مكان مع رب المجد يسوع، له مكان تحت أقدام رب المجد يسوع في الملكوت، له مكان في أحضان القديسين في الفردوس. مش مهم الشياطين تخضع لينا، مش مهم هنعمل إيه، المهم هنعمل بمين. يقول معلمنا بولس الرسول يا حبيبي، الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسار. ربنا اللي شغال جوانا، ربنا اللي شغال جوانا. يبقى لو إحنا بنكرز وبنبشر وبنتكلم باسم رب المجد يسوع والشياطين خضعت باسم رب المجد يسوع لينا، نشكر ربنا ونقول له دي خضع لاسمك يا رب، المجد ليك يا رب، الخضوع ده ليك أنت مش لي أنا، الخضوع ده للروح القدس اللي ساكن فيا، الخضوع ده لاسم رب المجد يسوع اللي أنا بخدم به، لكن ليس خضوع لشخصي الضعيف. لكن أنا فرحان إن لي مكان في السماء، فرحان بأن أنا معاك يا رب المجد يسوع وتحت رجليك وابنك وأخدم باسمك، ولي الشرف إن أنا إنسان مسيحي. رب المجد يسوع بيشاور لنا أحبائي وللتلاميذ عن إن الفرح الأعظم، الفرح الأهم هو الملكوت. الفرح الأهم هو السلوك الروحي اللي انت تمشي فيه عشان توصل لهذا الملكوت. هذا الفرح بالوصول للملكوت أعظم من أي مواهب موجودة على الأرض. يقول ثمر الروح القدس إيه؟ أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. الروح القدس اللي جواك يساعدك أنك توصل لكل إيه الحاجات الحلوة دي. ما قالش أن أنت تخرج شياطين ولا تعمل معجزات، لكن بالإيمان وبكل هذه الثمار الرائعة
تقدر ان انت توصل تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. عشان كده أحبائي كل ده يتحقق بالثبات في اسم رب المجد يسوع. يعلمنا المزمور يقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. تجري على اسم رب المجد وتقول له أنا متحصن بيك يا رب. رب المجد يعطينا أن نكون متحصنين باسمه، متحصنين في محبته التي أعطاها لنا، متحصنين في التمسك بأقدام رب المجد يسوع المسيح. وده أحبائي مش اتضاع ان احنا نقول له رب عايزين نبقى تحت أقدامك، ده فخر لينا ان احنا تبقى تحت أقدام المسيح. ده أقدام المسيح دي يا أحبائي لما نقعد نتأمل فيها، نتأمل في القديسة العظيمة اللي غسلت قدميه بدموعها وكبت عليهم أغلى طيب ومسحت قدميه بشعر رأسها. هذه القدمين المثقوبتان بسبب خطاياي أنا، هذه القدمين التي تسيل دماء على الأرض لكيما تقدس الأرض كلها وتقدس حياتي وترفع عني اسم خطيتي. لو تأملنا في قدمي المسيح نفرح ان احنا نبقى لينا مكان تحت قدمي المخلص. رب المجد يعطينا ان يكون لنا هذا المكان في حياتنا كلها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن أبدا.